السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي، درسنا اليوم بعنوان التمييز. إذن نمر إلى الأمثلة. قطفت 20 وردة، طاب المحسن نفسا، حرث الفلاح هكتارا ذرة، أعطى الرجل الفقير صاع قمح، أعطى الرجل الفقير صاعا من القمح، امتلأ قلبه صبورا، كانت أكثر إشراقا، حضر 3 رجال، حضر 11 رجلا، حضر 100 رجل. إذا لاحظوا الكلمات التي كتبت باللون الأحمر، إذا هذه الكلمات هي التي ستعرب تمييزا، وهذا ما سنمر إليه أو سنتعرف عليه في التحليل التالي إن شاء الله. إذا أخذنا المثال، قطفت 20 وردة وطاب المحسن نفسا، نجد أن الاسم 20 والجملة طاب المحسن مبهمين، بمعنى غير واضحين، في غياب الاسمين وردة ونفسا. ويسمى كل منهما، أي من 20 وطاب المحسن، مميزا. الاسمين وردة ونفسا يزيلان إبهام ما قبلهما ويسميان تمييزا، بمعنى أننا حينما نذكر وردة ونفسا فإن الجملة يتضح معناها بشكل أوضح. إذا نمر إلى الاستنتاج الأول. انطلاقا مما تعرفنا عليه من الجمل السابقة، نستنتج أن التمييز اسم نكرة يأتي لتمييز وتوضيح اسم مبهم أو جملة مبهمة قبله، ويسمى كل منهما مميزا، بمعنى أن التمييز يأتي كي يوضح لنا جملة قبله، يوضح لنا بمعنى يعطيها معنى واضحا ومفهوما. سنمر الآن إلى جدول يبين لنا نوع المميز وأحكام التمييز. إذا حرث الفلاح هكتارا ذرة، المميز هكتارا، نوعه مفرد ملفوظ، التمييز ذرة، حكمه منصوب. في جملة أعطى الرجل الفقير صاع قمح، المميز صاع، نوعه مفرد ملفوظ، التمييز قمح، مجرور بالإضافة. أعطى الرجل الفقير صاعا من القمح، المميز صاعا، نوعه مفرد ملفوظ، التمييز من القمح، مجرور بمن. إذا لاحظوا هاتين الجملتين، عندنا الجملة أعطى الرجل الفقير صاع قمح مجرور بالإضافة، ونفس الجملة يمكن أن نحول إلى مجرور بمن. أعطى الرجل الفقير صاعا من القمح، امتلأ قلبه حبورا، المميز امتلأ قلبه، نوعه ملحوظ، التمييز حبورا، حكمه منصوب. كانت أكثر إشراقا، إذن المميز كانت أكثر، نوعه ملحوظ، التمييز إشراقا، حكمه منصوب. من خلال الجدول السابق نستنتج أن المميز ينقسم إلى نوعين، مميز ملفوظ وهو ما يتلفظ به في الكلام ويدل على المساحة أو الكيل أو العدد، وهذا النوع يكون تمييزه منصوبا أو مجرورا بمن أو مجرورا بالإضافة، انطلاقا من الجمل التي تعرفناها سابقا بطبيعة الحال. ومن خلال الجدول يتبين لكم أن التمييز الملفوظ يمكن أن يأتي منصوبا أو مجرورا، سواء مجرور بمن أو مجرور بالإضافة. ثم عندنا مميز ملحوظ وهو ما لا يتلفظ به في الكلام ولكن يفهم من الجملة، وهذا النوع
يكون تمييزه منصوبا دائما. نمر الآن إلى تمييز العدد. نلاحظ هذا الجدول يضم ثلاثة جمل. إذن الجملة الأولى: حضر ثلاثة رجال. إذن المميز ثلاثة، نوعه ملفوظ، التمييز رجال، حكمه مجرور بالإضافة. الجملة الأخرى: حضر أحد عشر رجلا، المميز أحد عشر، نوعه ملفوظ، التمييز رجلا، حكمه منصوب. حضر مئة رجل، المميز مئة، نوعه ملفوظ، التمييز رجل، حكمه مجرور بالإضافة. ومنه نستنتج أن تمييز العدد يجر بالإضافة مع الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، حيث يكون جمعا، ومع مئة وألف حيث يكون مفردا، بينما ينصب مع الأعداد من إحدى عشر إلى تسعة وتسعين حيث يكون مفردا. عندما تعرفنا على درس التمييز، نمر الآن إلى تطبيق ليترسخ لنا الدرس بشكل جيد. إذن التمرين الأول: عين التمييز وبين نوعه فيما يأتي. باع التاجر ذراعا حريرا، اشتريت رطلا قمحا، طاب المكان هواء، عندي مثقالا من ذهب، الفيل أكبر الحيوانات جسما، اعتدل الرجل قامة. كما تلاحظون أعزائي عزيزاتي، الحل للتمرين رقم واحد. إذن الجملة الأولى: باع التاجر ذراعا حريرا، التمييز هنا حريرا، نوعه ملفوظ. في جملة اشتريت رطلا قمحا، التمييز قمحا، نوعه ملفوظ. طاب المكان هواء، التمييز هواء، نوعه ملحوظ. عندي مثقالا من ذهب، ذهب والتمييز، نوعه ملفوظ. الفيل أكبر الحيوانات جسما، التمييز هنا جسما، نوعه ملحوظ. اعتدل الرجل قامة، التمييز هنا قامة، نوعه ملحوظ. التمرين الثاني: أعرب ما يلي. قرأ خالد عشرين كتابا، قرأ خالد عشرين كتابا. الحل هو: قرأ فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عشرين مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. كتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.